أخيرا وصلني الآن خبر اللاعب ميسي يتبرع بمعالجة 1000 جريح. هذا اللاعب الغير عربي يرسل رسالة واضحة إلى الجامعة العربية التي لم تعالج جريحا حتى الآن. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، والله العظيم عار. يا جماعة الخير، لا نريد منكم سلاحا، لا نريد منكم إلا أن تداووا جرحى، افتحوا المستشفيات. لك الله يهديكم إلى هذه الدرجة قست قلوبكم، لك إلى هذه الدرجة وصل جبنكم، افتحوا المستشفيات، أعطونا ثمن أكفان يا جماعة خير. حتى مداواة الجريح هذا في عرف، يعني أنا وإلا أنا أرى أن نعم نناشد إسرائيل، أنا أقول نناشد إسرائيل لعلها ساعة أسهل يطلعوا يعطونا. نحن إذا كان إذا اتصل الأمر ناشدهم إنه يداوي الجرحى. بس هل سيسمح الجيش السوري بأن يعبر الجرحى عن طريق الجولان؟ لا لا لا، ما يسمح والله، طيب يخشى أنهم